من لا نظافة كازاخستان تلفت انتباه كل من زارها، وللعلم عمال النظافة للمجمعات والأسواق فقط، أما الأحياء فكل صاحب بيت ينظف الشارع الذي أمام منزله، وغالبا جمع النفايات لا يكون بشكل يومي، وهذه النظافة الشديدة هي عادة وثقافة وليست خوف من العقوبة، فالعقوبات غير صارمة هي كالعقوبات في سائر الدول، وسكان المدينة الأصليين هم أشد الناس حرصا على النظافة ممن وفد إليها من الأرياف، فهم يوبخون من يرمي النفايات وينشرون صورته أو صورة سيارته في قنوات التواصل ويشبهون بالخنزير، وتجد عبارة في كثير من الأماكن لا تكن كالخنزير نظف ما وراءك. ومع هذه الدرجة من النظافة إلا أنهم يقولون كنا قبل هذا الزحام أشد نظافة، ولديهم عادة يخرجون للجبال والوديان والأماكن العامة للتنظيف. الشاي عندهم سواء حار أو بارد كله نكهات. مكشات اليوم مرتب تحت شجرة التفاح في وادي تورغن، والنهر أمامنا أجواء خيال، والنهر له عدة استخدامات أهمها ثلاجة حط العصير فيه. إذا اجتمع بساط أخضر ونهر وجو معتدل وثلج فوق الجبال فاعلم أنك في كازاخستان. جرب هذا الشاي زهورات، هذا من السوق الشعبي، يقول من سمرقند أوزبكستان. وجهز الزهورات الأوزبكية. القدر هذا إيجار اللي عندنا ما ضبط. أذكر مرة في تنزانيا اشتريت الخروف بمئة ريال وقدر الضغط مستورد بمئتين ريال. تورينغ مكان يبعد عن الماتي قرابة ساعة ونص، لكنه يستاهل الزيارة والمكشات. النهر تشرب وتغسل منه وتبرد عصيرك به، بسم الله، لكن حط حجر داخل كيس حتى ما تودع عصيرك. واللي يزين هذا المكان أكثر، ما في حشرات ونظيف، ما تشوف إلا أثر مواقد النار. هذا أواخر الثلج. التصحيح اسم المكان وادي تورغن، كذلك في خيام وأكواخ للجلسات، في النهاية في شلال يحتاج مشي قرابة ربع ساعة. الخيمة الكازاخية والفرش جاهزة، والسعر قرابة 350 ريال، وأجلكم الله في دورة مياه تبات في الطبيعة بين أشجار التفاح والكمثرى والكرز والتوت والصنوبر. بأخذ صورة حلوة للخيل، لكن هذا ما أدري إيش جايبه. لو سمحت ما في حد كبرك. عندما وصلت مطار كازاخستان وافق وصولي رحلة للمعتمرين الكازاخ، وتذكرت ما يروى عن أجدادهم إذا قدموا مكة، فهم لا يتسولون بل يعملون ويتآزرون ويوقفون. فقد أوقف أجداد هذه الشعوب، شعوب بلاد ما وراء النهر، أوقاف عديدة في مكة والمدينة، يكون ريع الأوقاف لأبنائهم الحجاج من سكن ومواصلات وإعاشة، وهذا احتسابا للأجر وإعانة وتسهيل لأحفادهم في زيارة بيت الله الحرام. وقد كان المسلمون من هذه الديار يأتون للحج بالآلاف، وبعد سيطرة الاتحاد السوفيتي أصبحت أوقافهم ضخمة 70 سنة شبه معطلة، لأن الحجاج قليل جدا لا يزيد عددهم عن 50 حاج. وبعد سقوط السوفييت
عاد الحجاج من بلاد ما وراء النهر بأعداد كبيرة وأفئدة متشوقة، فاستضافهم خادم الحرمين الشريفين لمدة 3 أعوام متتالية. كثير من اللغات كانت تكتب بالأحرف العربية مثل الفارسية والأردو اليوم، لكنها غيرت زمن الاحتلال للدول الإسلامية، واللغة الكازاخية كانت تكتب بالأحرف العربية إلى زمن قريب، فلما أتى الاتحاد السوفيتي غير اللغة من الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية ثم الروسية، ويوجد كثير من الكلمات عربية ما زالت أو بتصرف بسيط. الآن سوف أقول كلمة أنا باللغة العربية وينطقها أبو عبد العزيز باللغة الكازاخية. كتاب. كتاب. دفتر. دفتر. قلم. قلم. مقالة. مقالة. ممكن. ممكن. معلم. معلم. علم. علم أو علم. مكتب. مكتب. مملكة. مملكة. حكومة. حكومة. وطن. وطن. عدل. عدل. حقوق. حقوق. الجمعة. جمعة. جماعة. جماعات. مسجد. مسجد. منارة. منارة. دعاء. دعاء. مجلس. مجلس. محتاج. محتاج. وقت. وقت. ساعة. ساعات. شكرا أبو عبد العزيز. الله يحييكم على رأسي والله. يقول الكازاخ: لا ينافسنا في أكل اللحم إلا الذئاب، ومن أمثلتهم يستحي الذئب إذا شاهدنا نأكل اللحم. واللحوم عندهم بشكل عام رخيصة ولذيذة، ولهم عادات وتقاليد في الأكل، ففي البداية والنهاية يذكرون الله ويدعون ويقرؤون القرآن، ثم يتولى كبيرهم تقطيع الذبيحة، فيعطي العين اليمنى لزوج البنت حتى يراها جميلة، والعين اليسرى تكون الذي يقطع اللحم، ويعطون الآذان للأطفال حتى يسمعون الكلام، والرأس يقدم للضيف أو الكبير، والضلوع لزوج البنت. وأشهر الطبخات التقليدية التي تقدم في المناسبات والولائم والأعياد كلها اللحم فيها أساس، وأشهرها بشبرمك، عبارة عن لحم خيل مع عجين، وقرداق لحم وكبد وكلية مشكل يحمس مع البصل، وسرني عبارة عن لحم الخروف الصغير يقلى مع البطاطس والبصل. الشعب الكازاخي يتكون من 3 قبائل. القبيلة الكبرى وهم قلة يتركزون في الجنوب الشرقي. القبيلة الوسطى وهم الأكثر يتركزون في الشرق والوسط. القبيلة الصغرى يتركزون في الغرب، وهم عرق فيه كرم وحرص على الموروث الثقافي والعادات والتقاليد. فيهم بداوة يسكنون الخيام، وما زالت الخيمة الكازاخية حاضرة مصنوعة من الصوف لتقاوم شدة البرد، وهي دائرية. وكما تعرف الخيام عندنا بعد الأعمدة، تعرف عندهم المساحة بعدد الأروقة أو الأجنحة، ولهم تقاليد فيها مكان للنساء ومكان للضيوف.